السلام عليكم. السلام عليكم. لاباس؟ لاباس الحمد لله. جيناك زياره ربي يا سيدي. مرحبا. مرحبا. شنو عندك الحاجة هنا المشكلة تاعك؟ شنو عندك؟ المشكلة تاعي أنا اللي كنت في السفر، والحقيقة هنايا قالوا لنا سكنوا برا ونعاونوك ندعموكم نديرو لكم الضو ندير لكم الماء ندير لكم، بصح شنو والو الحقيقة شنو والو الآن؟ معيت نكتب، معيت نكتب تحت رئيس الجمهورية والو ما كان والو، مازال عاد انتقموا مني، مازال عاد انتقموا مني واحد ايامي كان هنايا عاد انتقم مني قال لي علاش كتبت كيفاش خطيتني، قلت له ودي روح كونترولي روحك بعد شهر راني كاتب لك وليت خطيتني انا ماذا بيا نكتب غير هنا نكتب الوزاره ونكتب الان كان والو الدراهم اللي كاينين وتسلف والدوينات ودرنا سكنه برا ورانا ساكنين الان مش نولو حق هذا الوالي ما كتبت لا ما مشيت عندها والو كانوا كرهوا لي حياتي الاولين ما بغيتش نروح عندها كاع وقالوا لي يسال فيه الخير وروح عنده ويعاونك بصح انا ودي ما مشيتلاش بصح هو راه يفوت منا راه يفوت من البزار يطلع منا على السكنه تاعي ويشوف ما كان لا بوط ولا ريان دي تو رانا نشوف واش تتمنى انت اش تطلب منا؟ احنا نطلبوا منهم يديروا لنا غيظه احنا نخدموا بذرعتنا ما نسحقوا حتى واحد وعندي واحد معوق والله العظيم وزاد عمارة فؤاد الأمين والله اللي يبات يناقض في الحيطان انت واش دير موطور يخدم ليل ونهار من عام العام من عام الاول لسنا اللي في 30 مليون تاع موطورات شريت واحد على محلية ب 11 مليون وشريت واحد اخر مكابلة كازيو ولا ما غادي نقع كان والو مازال ما كان والو يا من جهة نسمعو تدعيم تاع الدولة يجي من الدولة وهما عطاوني السكنة هما عطاوني السكنة وزيد السكنة عطاوها لي ومن بعد حتى كرهوا لي حياتي ما عطاوني الدرهم ثاني نطلب من الوالي يشوف فينا شوية يشوف فينا الحقيقة قالوا لنا إنسان كبير وفي الخير وكل شيء منه إن شاء الله يشوف فينا ويعاوننا والسلام شكرا شكرا صحيح بارك الله فيك صحيح.